ملك ملك ديري بالك يا بنتي. راح تموتي يعني راح تموتي؟ راح قتلك بايدي، موتي وخلصينا. دلال دلال الله يوفقك تركيا، الله يخليكي. لا لا توصي يا ملك، راح تروحي حالك. زهرة انت عم تبكي؟ ليكون حدا مضايقك بشي كلمة؟ لا بنوب، ما حدا مضايقني بشي ابدا. معناتها ليش هالدموع؟ زعلت على نوار كتير وجرحت ايدي بالازاز، مشان هيك عم ببكي. أكيد هذا هو السبب زهرة؟ احكي لي. طيب مثل ما بدك. ملك ملك جيت تشوفها لحبيبتي القلب؟ دلال شو عم تساوي انت؟ شو جنيتي؟ ايه وانت يلي جننتني، انت وهي الحقيرة. ليش تركتني على الطاولة وطلعت؟ لو انجوزنا ما كان صار هيك، كنت عشت مبسوطة انا وياك. شو يلي ملاقيه عندها مو ملاقيه عندي؟ هي بشو احسن مني؟ قلي. اتركي سلاح دلال، ملك ما لها علاقة بالموضوع، الشغلة ما أنا متعلق فيها. أنا يلي ما حبيتك. ملك حتموت قدام عيونك، شوفني وأنا عميت لها. قبل ما تظهري بحياتي كانت حلوة كتير، جيتي ودمرتي لي كل شي، خليتيني أتعس إنسانة. عدنان بسببك أنتي ما عاد بده ياني. أنا ما رح خليك توصلي لمرادك يا شاطرة، صدقيني ملك. لا كنت عم بستناكم لترجعوا، كنت عم بتصل فيكم بهاللحظة. ليش متوتر؟ صاير شي؟ لا بابا، بس أنا رحت شفته لرستو وكتير زعلت على حالته. بالنهاية الزلمة حاول إنه يحمي أخي، شفت المحامي ووصيته فيه وقال لي أنت لا تشغل بالك، القصة كانت دفاع عن النفس وما رح ينحكم كتير. إيه إن شاء الله. بدنا السيد جمال كرمان. تفضلوا، أنا جمال كرمان.
لازم تروح معنا على المخفر فورا. ليش؟ في إخبارية عنك، بدك ترجع تعطي أقوالك بجريمة قتل مجيد. لحظة لو سمحت، أكيد في سوء تفاهم، يعني أبي عطى أقواله بالقضية بعدين اللي قتل مجيد عندكم بالمديرية. إيه منعرف، بس نحن مجبورين ناخذ الإخبارية بعين الاعتبار. أنا كمان رايح معكم. ليش هيك أخذوا لجمال؟ يا ترى معقول رستم يكون حكى؟ قال إجتن إخبارية عن جمال؟ لا، بدهم ياخذوا أقواله من جديد. مين بيكون شافهم يا ترى؟ مرت عمي، أنا بعرف الحقيقة، جمال حكى لي كل شي صار. كيف هيك؟ مين بيسترجي يخبر عن جمال؟ شرفتونا شرفتونا يا جماعة، نور المحل بوجودكم. إن شاء الله أيت الرزق. مع السلامة، يلا معك. الله يسلمك. ألف الله مبروك يسلمك إن شاء الله. خلينا ياك منتصرين جايينكم على المحل مرة تانية. ها سلمونا على أهل والخلان أمانة. إيه سليمان، كان افتتاح مرتب ما هيك؟ إن شاء الله منشوف على وش الخير ومنعمل من وراء سروة. طلع على هالأرمة ما أحلاها، هاي كتبتها بوفيه رشيد. بس بالمستقبل بتعرف شو رح تصير؟ رح تصير بوفيه سليمان لك ابني. ها هي اجتني بين لهون. اوه اهلا وسهلا يا ام رشيد، كنتي الغاليه يا عميد. اهلا وسهلا، كلفتي حالك واجيتي، بس كانوا تاخرتي. لا تخافي، لسه عنا شاي غير شكل. يلا يا سبع، صب لنا شاي مشان نحتفل بالعيله هيك مع بعضنا. يلا. خليك سليمان، انت بتكون تعبت كثير، انا رح اجيب الشاي. ليك كنتي المرضيه، الله يرضى عليك دنيا واخره، ما سوى بتفهمي. مبسوطه بابا؟ ايه كتير. رفيف عيوني زاغوا منك. ايه شبك؟ شيلي من ايدك لشوف. لا لا تاخذ البالون. خلصنا بكفي لعب. بتركها تلعب. شبك؟ هالوصفة اكيد رح ترجعك الي يا سليمان، رح تصير تعشق التراب اللي بتدعس عليه رجلي. شراب لقلك. يلا احكي ولا تطالعي لي خلقي. مين اللي خبر عن ابني جمال؟ مو انا، صدقيني ستي لورين، مو انا. عن جد ما بعرف مين اللي خبر عنه، والله ما بعرف. وعدتك ما احكي بالقصه، بحلف لك بالله ما حكيت ابنه. مين خبر لكان؟ مين غيرك انت شايف اللي صار بوقتها؟ مين بيعرف انه جمال هو اللي قتله؟ مستحيل انا اعمل هيك، صدقيني ستي ما عملت شيء، والله مظلومه. كان في حدا غيركم هنيك ساعتها؟ التقيتوا بحدا على الطريق؟ جاوبي يا بنت. لا والله يا ستي، ما كان في غيرنا موجود، يعني بوقتها انا ما شفت حدا. ذكري لشوف، لازم يكون في حدا. مين شاف اللي صار غيرك انتي؟ مين اللي خبر عن ابني جمال؟ انت ساويت اللي كان لازم يصير غانم، كله مشان ابننا، مشان عدنان. بس يفوت جمال على السجن أكيد عزة رح يلتهي فيه، وساعتها ما عاد يفكر لا بالآغوية ولا غيرها. بهالطريقة بس ممكن ترجع الآغوية لعدنان. بس إذا هالمرة بيغلط أكيد مو بس أمي اللي رح تعصب، أنا بنفسي رح حاسب عدنان أشد حساب. مين؟ فاطمة أكيد بدها ترجع على القصر، مشان هيك عم تتصل. ردي عليها، بركي بدها شي تاني يعني. ايه فاطمة يلا احكي. لا قولي لي كيف هيك صار. شوفي شو عم تقول. عدنان تقوص يا غانم، دلال قوصت عدنان.